تأمل كما قال ابن القيم رحمه الله إلى اختلاف الألفاظ والكلمات حينما يساق أهل الجنة وحينما يساق أهل النار. ولذلك انظر إلى قوله عز وجل لهؤلاء أهل الجنة: وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلمتم ما بعد هذا اليوم شر، مرت بكم شدائد من حين ما عقلتم في الدنيا إلى أن وصلتم إلى هذه الجنة وأنتم في أطباق في شدائد في معاناة. وإذن هذه الجنة غالية، فلا بد من أن يجاهد الإنسان نفسه أمام هذه المصاعب وهذه المشاق وهذه الأطباق حتى يصل إليها. فجنة الله غالية ليست بالأماني. سلام عليكم سلمتم من كل شر ومن كل أذى، طبتم بطيبكم دخلتم الجنة، لأنه لا يدخلها إلا الطيبون. فادخلوها خالدين، فادخلوها خالدين، بخلاف اللفظ، لأن هؤلاء بشروا بالدخول في الجنة حيث النعيم المقيم العظيم الأبدي. بينما أهل النار قيل ادخلوا أبواب جهنم، صرح بالأبواب وصرح بجهنم لشدة ما يعانون ولبداية شدة ما سيعانونه بعد ذلك حينما يدخلون هذه الأبواب.